خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كي دايرين مع هاد البرد، مع هاد الشتاء؟ الحمد لله ربي شكرا، حنا تباركين بها الخير غير معاها. كيف قلت لكم هاد الفيديو ان شاء الله الاحتفاظ بالخبزه في الفريغو. غادي ان شاء الله غادي نشدو اللقا بهاد الطريقه بحال هكا، راه كلشي تعرفي بقى بحال هكا. كنحيدو لهاد العويدات بحال هكا، كنخلو غير هاد الوسطانيين، وعلى هاد الطريقه سربع على الطريقه حتى نكملو. نغصها 7 مرات مزيان، تغسل باش يحيد منها التراب وندير حتى تنشف من الماء. وهاد الثومه معانا خوتي، بعد ما تبعتو معانا غسلناها، هي نقينا الخبيزه، حيدنا من داك الورق اللي ما صالحش، ها هو حيدناه. ها اللي بقى فيها هو هذا، غسلناه مزيان 7 مرات ونشف من الماء. دابا غادي نقطعوه ونردوه يتبخر. خوتي دابا كيف كتشوفوا كملنا في التقطاع، ها انتو هي قطعتها كامله. درت الكوكو، درت فيها نص ديال الماء، وغندير هاد الزلافه العجيبه هادي، ديما ما كتخطانيش هادي، دايره غير نهار الكبير ما كنبغي نبخر اللحم ولا الدجاج ولا بقوله، كنديرها لتحت باش الكسكاس ما يوصلش الماء. هيا بسم الله، غنديرها تتبخر ان شاء الله مزيان. نصدو عليها كوكوت، خلات تبخر مزيان. وها التومة معانا، ها الخبيزة ديالنا هي تبخرات. شوف تبارك الله كي جات، ها انتم بلات كزب ده. دابا غنديروها هنايا تبرد، نقاودها مع الشرجم، نديروها بهاد الطريقة هوك، غنحلو الشرجم تتبرد مزيان. عاد غنديروها في البلاستيكات، وها التومة معانا غرمها في الفريكو، خليها تتبرد مزيان، مديروهاش سخونة. هاهي كي جات، شفتوها تبارك الله، عندنا الزينات بنات الزبدة. بين ما بردات الخبيزة ديروها غتبرد، هاهي كتشوفو فيها، درنا واحد الحريشة تاع تبرة، هاهي كتشوفو مع برير التعاتاي. كنديرو فيها السنيدة، شوية الخميرة، نص كاس الزيت، معلقة القرفة، معلقة ديال الجلجلان، معلقة ديال النافع، وكنخلطها مزيان حتى كتخلط، وكنديرها في المقلة ديالي. وها نتوما معانا مع برير اتاين يترا مع السمر. دابا راه كاين عندنا الخبز، ولكن مع بارد وكاين السمر بغينا نديرو الحرشة سخونة، بغاو البنيات نلبو لهم الطلب ديال خوتي. كيف كتشوفو ها الخبيزة ديالنا، ها هي بردات، ها هي درتها في بلاستيكات، غنديرها في الفريكو. ممكن تبرد شهرين حتى ثلاثه، مثلا انا خازنها في الفريكو والله العظيم من داك العام حتى الصفر طيبتها وبقات زوينه. دابا هذه غنديروها في الفريكو ان شاء الله، ملي غادي نحجوها غنوجدو غير التشرميله ديالها اللي شفتو في الفيديو السابق، صافي ونطيبوها، هي واجده. دابا غنديرها في الفريكو، والحرشه تاع الدره اللي وريتكم ها هي وجدات، يلاه معانا. دابا الحرشه ديال الدره ها هي، عجر بارك تجي زوينه ومزيانه الدره، مزيانه تقر الدم. لازم نقطعات مزيان، شاهي كيفاش جات من الداخل، على مزويناتها، وراه مزيانه لفقر الدم. انا بناتي كتعجب، من كانت بنتي واحد المره مرضات ليا وجاها فقر الدم حاد، ونيت الطبيب والله العظيم، ولا كان يدير لها الدره 3 شهور، والحمد لله صحت. وجربوها راه زوينه، ومع هذا البرد مع بريريت ديال اتاي، ها هو كتشوفوا فيه النعناع بالنا الشيبه والنعناع، اتاي بكالي. ها انتم احبابي، ها انتم. اتاي بكالي بالشيبه والنعناع. دابا اللي بغى يرافق هادي مع عسيله، راه كاين الزيت، زبيده بلديه، زويتينات، والخبز تاع الدار ها هو كاين، وكاين الخبز تاع ديال الزنقه اللي وحنا تشينا، هذه كتعجب ليا بناتي، انا صايبتها ليهم الصحه والراحه، وما سخيناش فيكم وسلامه. وما تنساوش الجيم الجيم الجيم، ايوا خوتي بالسلامه عليكم، ما سخيناش بكم. وما تنساوش خدكم دكاريه كيف ديما، اشتراك 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 عندنا في القناه، والجيم، وديروا ابوني باش يطلع لكم كل جديد. وسلامه عليكم، باي باي، الصحه والراحه.